مساء الخير استاذ محمود الشيخ، ومساء الخير على كل متابعين برنامج الحريف في كل مكان. اهلا بيكم في فقره جديده من برنامجكم الحريف. هيكون لنا لقاء النهارده مع 2 لاعبين محترفين من نادي الانتاج الحربي. لعبت في نادي الزمالك ولعبت في نادي اسكو، وحاليا في الانتاج الحربي. اه كلمني بقى النهارده، يعني الفقره بتاعت النهارده دي، مين اللي اشاد انت تطلع معانا النهارده في البرنامج غير اللاعبين؟ يعني انت شايف مين اللي حط عليك السبوت عشان تطلع معانا في البرنامج النهارده؟ والدي. والدك بيتفرج عليك في كل الماتشات؟ اه بيجي يتفرج معايا. كابتن عمر، كلمني النهارده عن ازاي بدات تلعب كوره ومين اللي اكتشفك؟ انا الفكره من الاول من والدي. والدي كان بيلعب كوره برضو، ويعتبر العيله كلها بتحب الكوره وشجعتني الحوار ده من الاول. انا برضو حبيت الكوره من زمان من صغري، ووالدي طبعا كان مشجعني والعيله كلها كانت مشجعانا الموضوع ده. بس لعبت في انديه قبل كده؟ لعبت اه لعبت في الزمالك وطلع الجيش، لعبت في العالمين ووادي دجله وترسانه، واخر حاجه كانت الترسانه. بعد كده ما شاء الله انت لفيتها كعب. اه طب ليه كنت بتسيب الانديه؟ دي فكره الناشئين، بيبقى في ساعات في العدد في القوائم بيقللوا العدد شويه، وفي ناس بتمشي وناس بتبقى فرصتها قليله شويه في الانديه، غير ان هم بيلغوا مواليد. يعني في مواليد 2002 اتلغت كذا مره، انا 2002، الترسانه لغوا 2002، فانا اتصعدت. بيصعدوا مثلا 5 أو 7، عدد قليل جدا، من 2002 لحد 2001 بس. فاحنا مثلا بنكون 30 واحد، بيختاروا منهم 5، فالباقي بيقعدوا في البيت، فالفرصه بتبقى قليله شويه. مين مسارك الاعلى في الكوره؟ انا عبد الله السعيد. بره مصر وجوه مصر؟ جوه مصر عبد الله السعيد طبعا، وصالح جمعه، بس صالح جمعه المشاكل دي اكيد خلاص بقى، هو عبد الله السعيد. بره مصر في اسكو. اسكو هو نفس المركز برضه، هو مركزي. في اسكو ومودريتش وتوني كروس طبعا. مين مسارك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ علي معلول عامه، جوه وبره. مفيش حد بره؟ لا، انا هو علي معلول بالنسبه لي مثلا الاعلى في الكوره. شايف نفسك فين بعد كل المرمطه اللي انت من النادي ده للنادي ده للنادي ده؟ ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في حته حلوه، والنادي الانتاج مش وحش، نادي الانتاج نادي كبير. ازاي رحت نادي الانتاج الحربي؟ انا رحت اختبرت اساسا في نادي الانتاج، انا صاحبي قابلنا احنا الاثنين ومضينا، والحمد لله بقينا في النادي دلوقتي. مين القدوه ليك؟ ابويا. ابويا. كلمنا بقى، قول لي ازاي بقى هو اللي قال لك بقى بيجي معاك في كل ماتش في كل مكان في كل نادي؟ بتحس معاه بقى، بتحس ان انت يعني بيتعب معاك قوي، ولا فخور بيه اللي هو معاك بيعمل كده؟ لا، انا عامه بفتخر بيه في اي حته بروحها. عايزين بقى نعرف بقالك كام سنه في الكوره، ومين مسلك الاعلى، ووالدك ساعدك ولا لا ان انت تدخل الكوره، ولا معترض عشان المذاكره طبعا والمدرسه؟ انا بدات كوره من 13 سنه بالظبط، وانا عندي 6 سنين، انا دلوقتي 18. ووالدي اه طبعا كان بيساعدني، انا فكره ان انا توازن بين الدراسه والكوره ده اللي خلتني اكمل مش اكتر. يعني انا ما كنتش وزنت بين الكوره والدراسه، ما كنتش كملت اصلا. يعني انا السنه اللي فاتت كنت في ثانويه عامه، انا في ثالثه ثانوي بطلت كوره خالص، كنت بتمرن يا دوبك بس في الجيم ساعتين عشان اكون جاهز للموسم اللي بعده. والحمد لله دخلت كليه هندسه السنه دي، ونكمل السنه اللي بعدها ان شاء الله. والتوازن اهم حاجه، التوازن اهم حاجه ما بين الدراسه وال بتعرف توفق ازاي بقى هنا وهنا؟ ان تنظيم الوقت طبعا، جدول اهم حاجه دلوقتي. جدول اهم حاجه، انا بنظم وقتي واشتغل في كل حاجه وبدي كل حق. تدرس ايه؟ انا في كليه هندسه. كليه هندسه. جبت مجموع وتعبت وانت بتلعب كوره؟ اه عشان انت بتحب الحاجتين. انا بحب حاجتين جدا، وكليه هندسه طبعا حلم زي الكوره بالظبط، من ساعه ما اتولدت كوره وهندسه. من وانا صغير كان بيقول مش مهندس ولا بكورة، انا امي عايزه الهندسه، وابويا طبعا، وابويا برضه بيحب الكوره وهو مهندس برضه. ايه الصعوبات اللي واجهتك بقى خلال السنين دي كلها؟ صعوبات الاصابات، بتصاب كتير. الاصابات كانت ايه؟ كان في اصابات في الضمه، انا عندي مشكله في الضمه، يعني مشاكل كتير، العضله ضعيفه شويه بس خلاص بدات تقويها. غير كده برضه في منشا الضمه، الضمه ومنشا الضمه. انت بقى النهارده عايزين نعرف انت عندك كام سنه وخريج ايه او بتدرس في ايه؟ انا عندي 16 سنه وبدرس في مدرسه الصنايع. انا دلوقتي في تانية صنايع،
فانا السنه كنت مجموع جايب الثانوي العام، بس انا ما رضيتش ادخل، اهتميت بالكوره اكتر عشان كنت تعرف بحب توفق. الكوره. انا كنت بحب الكوره عامه، فانا يعني اخترت الصناعه عشان ما فيهاش مذاكره كتير زي الثانوي العام، فقلت بقى الكوره احسن طبعا، بس الدراسه يعني عامه الدراسه حلوه. انا بوفق ما بين دي ودي، بس الكوره اهم شويه. الكوره اهم، الكوره اهم الدراسه. شويه. شايف الكوره فيها مستقبل؟ هي مستقبلها حلو. لحد امتى بقى مستقبلها حلو؟ لحد ما ربنا يكرمنا شايف ان انت هتقدر تاخد حقك في الكوره؟ ان شاء الله طول ما انا مكمل هقدر اخد حقي في الكوره. طب شايف نفسك ازاي في النادي، نادي الانتاج الحربي؟ لا او طموحك ايه؟ طموحك ايه في توصل لايه؟ طموح ان شاء الله اللي انا نفسي ابقى بطل الدوري. بطل الدوري. علي معلول. ان شاء الله. ان شاء الله. شايف نفسك ازاي في الانتاج الحربي؟ ان شاء الله احنا لسه بادئين الموسم، ان شاء الله في طموحات كتير جايه، وان شاء الله هنلعب دوري، ان شاء الله الدوري بتاعنا نحقق حاجات كتير. عايز اعرف بقى انت مركزك ايه في الملعب؟ انا نص ملعب، بس ان شاء الله الموسم ده على حسب توظيف الكابتن ليا، ممكن هاف ممكن نص ملعب، بس انا بلعب في حته الهجوميه اكتر. هجوميه. 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 مركزك ايه في الملعب؟ هاف ليفت. هاف ليفت، انا بلعب هاف ليفت، والكابتن ساعات بينزلني مساك، في كذا ماتش لعبني مساك، فهو بيختبرني في كذا مركز، وهو الكابتن اللي هيشوف المركز الاحسن ليا ويوقفني فيه. طبعا انت قلت لي انت لعبت في كذا نادي، عايز اعرف كل نادي ومميزات النادي بتاعته ايه. يعني انت حاليا في الانتاج الحربي، هنبدا بالانتاج الحربي عشان انت حاليا فيه، ايه الميزه اللي في الانتاج الحربي اللي خليتك تروح تمضي معاهم او تروح مثلا تعمل اختبار وتقبل؟ هو نادي محترم، والكباتن اللي فيه محترمين، يعني نادي الانتاج نادي مش وحش، نادي اي حد يتمنى اللي هو يلعب فيه. لعبت فين قبل الانتاج؟ لا كنت بلعب في أكاديمية الزمالك بس، كنت ولعبت في نادي اسكو. نادي اسكو كنت بلعب في الناشئين، الزمالك كنت بلعب في الأكاديمية، وبعد كده رحت الإنتاج، دلوقتي في الإنتاج. ايه الميزة بقى اللي في الإنتاج الحربي؟ والنوادي اللي أنت لعبت فيها، أكيد أنت لعبت في الأهلي والزمالك، لعبت في نوادي كتير ما شاء الله عليك، عايزين نعرف بقى كل نادي والمميزات بتاعته ايه؟ هو أي نادي دوري ممتاز بيبقى مديك الإمكانية إن أنت تشاف أكتر، مديك حقك أكتر. في الأندية مثلا زي الإعلاميين زي الترسانة دلوقتي، والترسانة نزل درجة تالتة، ففرصة إن أنت تلعب دوري كويس وإن أنت تتشاف أكتر بيبقى صعب. فالإنتاج الحربي نادي كبير طبعا، دوري ممتاز، ففرصة كبيرة طبعا. إن شاء الله خير. إزاي رحت الإنتاج الحربي؟ أنا الإنتاج الحربي في كابتن في الترسانة عرفني عن الموضوع وكده، وفرصة أنا في الترسانة مكنتش واخد فرصتي خالص، عشان فكرة تقليل حجم اللعيبه والعدد بتاع القايمه قليل، فمشوا ناس كتير بس، فعرفت الفكره بتاعت الانتاج الحربي وعجبتني طبعا. تمام. ايه الميزه قبل النادي الانتاج الحربي كنت بتلعب فين؟ زمالك؟ لا ترسانه. ترسانه. ايه المميزات بتاعت الترسانه؟ نادي ترسانه نادي كبير وليه تاريخ والناس كلها عارفاه، بس اللي بيحصل في النادي مش مديله حقه خالص. ايه السلبيات اللي واجهتك في الترسانة؟ في الترسانة برضو قلت لك زي الفكرة التقليل العدد مش مدينا حقنا، فمثلا الفرقة بتاعت 2002 الوحيدة اللي اتلغت يعتبر في الترسانة. فرقة 2002 لما اتلغت هما عملوا دمج كده ما بين 2002 و2001، الكويس بيتصعد مع الفريق الكبير واللي مش كويس بيمشوه، بس عملوا فرقة دلوقتي الاستثماري بفلوس طبعا والكلام ده، دي اللي بتدي فرصة طبعا. هو فكرة الاستثمار بقت فكرة محترمة، اللي هي بتدي اللاعب فرصته، اللاعب اللي مش لاقي حقه مثلا او فرصته بيلاقيها. شايف النادي بيوفر لك ايه الفترة دي؟ او انت محتاج ايه من النادي اكتر؟ انا محتاج ان انا اشتغل على نفس الفترة الجاية عشان انا اللي هستفاد، مش النادي اللي هيستفاد، انا اللي هستفاد بعد كده. عامة يعني لما كنت بلعب في الزمالك ما كنتش زي بلعب في الانتاج، ما كنتش زي بلعب في اسكو. الفرق بقى
هي النوادي كلها محترمة، بس يعني الفرق كبير. حسيت يعني الكباتن بيدونا ثقة، يعني بننزل الملعب عايزين نكسب. احنا كان عندنا ماتش مع فريق أكاديمية كده من اسكندرية، برضو ناس محترمين، فالكابتن قال لنا ما بحبش أخسر، واحنا نزلنا قدر الإمكان، يعني نزلنا اللي احنا هنكسب والحمد لله كسبنا. يعني كلمني بقى عن المدربين، بتتعامل معاهم ازاي؟ الكباتن بتوعك بتسمع كلامهم ولا ممكن تنفض التمرين ما تروحهاش؟ لا انا بسمع كلامهم كلهم، من يعني حتى في كباتن ما بتدربنيش 2002 و2007 انا بسمع كلامهم، والكابتن ناصر الكابتن بتاعي هو اللي بيدرب 2004، كابتن محترم ويعني بعتبره زي ابويا. فترة كورونا بقى كانت مؤثرة على اللعيبة كلها طبعا. ما احنا قعدنا فترة كبيرة في البيت، يعني عامة ما كناش بننزل ملاعب، في ناس كتيرة كانت بتنزل الجيم، وفي ناس كتيرة كانت قاعدة، في ناس كتيرة كانت مثلا بتحجز ساعة وتنزل، بس ده كان غلط. ايه الغلط بقى في الموضوع؟ غلط يعني ممكن واحد يكون ما يحبكش احسن منه، مثلا يقوم ضربك في رجلك يجيب لك إصابة. بتلاقي النفسانة دي كتير وانت بتلعب في الملعب ولا لأ؟ ساعات ممكن حد وساعات، يزقك مثلا يعورك كده ولا لا بتتعاملوا عادي كصحاب مثلا؟ لا في النادي بنتعامل كلنا اللي احنا اصحاب وفريق واحد، وانا حتى في ناس كانت بتدخل بالتحامات قوية معايا، فاحنا مع بعض واحنا فريق واحد، واحنا لازم يعني نكسب اي فريق يجيلنا على ارضنا وبره ارضنا. عايزة أعرف بقى فترة كورونا دي عدت عليك إزاي؟ كنت طبعا أكيد نفسك تلعب كورة، الشخص اللي بيحب يلعب كورة ده أو نجم زيك كده طبعا بيبقى قاعد في بيت مش على بعضه، عايز يلعب كورة، عايز يروح الجيم، عايز يعمل حاجات كتيرة هو كان بيعملها واتقطعت عنه، الفترة دي عدت عليك إزاي؟ الفترة دي حسب العقلية، يعني حسب عقلية اللاعب هو عايز يبقى ايه. يعني في فرق بره في أوروبا، شفنا هيجوين، فرق بين هيجوين ومحمد صلاح وجوريتسكا، ده الفرق كبير جدا جوريتسكا وبين هيجوين. هيجوين رجع التمرين زي ما شفته، يعني وزن غير طبيعي، وجوريتسكا طلع راجل تاني خالص، تحويل. هو الفرق في العقلية. أنا في الفترة دي كنت شغال جيم، بس كنت بعيد عن الكورة، بعيد عن الكورة تماما، عشان الخماسي طبعا إصابات زي ما هو قال، خماسي إصابات طبعا. بس أنا اشتغلت في الجيم كنفس وكتمرين بدني، بس بعدت عن الكورة شوية. بس يعني بعدت عن الكورة، كان في جيم هو الجيم بس كان يعتبر بدني، يعني عشان أبقى جاهز برضو لما أرجع، بس أجهز كورة بقى بعدين. بس طيب عايزين بقى نعرف يعني أكتر حاجة أنت بتفكر فيها تشتغل عليها الفترة الجاية مع الكابتن هي إيه؟ انا دلوقتي بفكر ان شاء الله مع الكابتن هاني، كابتن محترم طبعا وخبره كبيره، هو ان شاء الله هيوظفنا في حاجه كويسه، وان شاء الله هو عارف كل واحد فينا، عارف امكانيات كل واحد فينا، وهيوظفنا زي تمام. يعني علاقتك كانت بالكباتن ايه؟ هو لسه اول موسم ان شاء الله، لسه شهر بالظبط. كابتن مصطفى، كابتن هاني، كابتن ناصر، كلهم ناس محترمه طبعا، كلهم قدوه لينا طبعا، خبره كبيره. اكتر حاجه بقى بتسمعها، بتحب تسمعها من الكابتن كتير قوي ايه؟ بسمع لا التشجيع طبعا، حريف، ساحر، الكلام ده. حريف دي بحبها طبعا. اكتر ماتش خدت فيه اهلك، كنت فخور قوي باهلك وانت بتلعب قصادهم، كان ايه؟ كان في ماتش طلائع الجيش والداخليه، كان ماتش نهائي كاس، فكنا كلنا تقريبا العيله كلها كانت موجوده يعني. بس وانا كنت جايب اخر جون خالص، يعني في الدقيقه تقريبا 93. الفرحه العارمه بقى. ده كان اهلي كلهم في الملعب يعتبر. فانا مش عايزه اتكلم كتير معاك، مش عايزه اطول عليكم، بجد بشكركم جدا كابتن سيد وكابتن عمر، شكرا ليكم، بالتوفيق ان شاء الله. بشكركم جدا كل مشاهدين برنامج الحريف في كل مكان، شكرا ليكم، كان معكم بسمه رشوان.